أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمرور ستعيد بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري فتح نفق شارع الجهرة مع الدائري الثاني باتجاه دوار الأمم المتحدة فجر يوم غد الثلاثاء. وهبت الوزارة بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر ومراقبة حدود السرعة واتباع العلامات المرورية والإرشادية وتهدئة السرعة والالتزام بتعليمات رجال المرور حرصا على السلامة العامة.